بيحكي فيلمنا اليوم عن طفلة لطيفة اسمها سوان، بس مع الأسف رح نشوفها موجوعة بالمستشفى وبين إيدين الدكاترة وأهلها يلي منهارين عليها. ولنعرف شو قصة سوان، بيبدأ الفيلم بيوم ماطر مع شوية أطفال طالعين على المدرسة، وبنفس الوقت البنت اللطيفة سوان مع أبوها اللي عم بيحاول يلملها شعره، بس لأنه مهمل بمسؤولية البيت ودائما مشغول عن بنته بيوجعه وما بيعرف يساعدها. بتروح سوان متأخرة على مدرستها وزعلانة من أبوها، وبتلحقها أما لتعتذر لها لأنه ما كانت فاضية، وبتأكد عليها تروح من الطريق الواسع وما تروح من الطريق الاعتيادي بسبب الوحل، وبيطيب خاطرها وبتروح على مدرستها مبسوطة والضحكة على وشها، بس لولها الشخص الخنزير اللي رح يعكر حياتها وحياة أهلها ويسبب لها إعاقة نفسية وجسدية دائمة، بيوقفها وبيسألها إذا رايحة على المدرسة وبيطلب منها تشاركه الشمسية، وبتقله بخوف إنه تأخرت على المدرسة ولازم تمشي، بس الخنزير بيخطفها وبياخدها على بناء مهجور وبيغتصبها بوحشية بعد ما ضربها لحد الموت. تتصل المسكينة بالشرطة بدل أهلها لأنه على طول مشغولين وما بيهتموا. بيستلم أبوها الخبر المؤسف من الشرطة ولازم يجي على المستشفى فورا لأن بنته وضعها بخطر وممكن تموت. بيقول له الدكتور إنه بنتك صار معها تمزق بالكولون ولازمها عملية جراحية، بس لازم نشيل جزء من الأمعاء. وبتجي أمها على المستشفى مصدومة وخايفة، وبتشوفها مرمية بين إيدين الدكاترة ومشوهة بكل مكان من جسمها. تنهار على بنتها الوحيدة لما تشوفها بين الحياة والموت وأخذينها لغرفة العمليات. بيطلع الدكتور وبيقول له لأبوها إنه الضرر كتير كبير، ولحتى ينقذها لازم يشيل كل الأمعاء الغليظة ويسكر فتحة الشرج ويستبدلوها بفتحة صناعية، ومع الأسف رح تضل معاقة بقية حياتها. بيحترق قلب أبوها عليها وبيوافقوا يساووا العملية لينقذ بنته. وقبل ما نكمل قصتنا دوس اللايك والاشتراك لتشجعنا على الاستمرار وتشوفوا الملخصات الجاية. تصحى المسكينة من التخدير وبتقول لأبوها أنه اتصلت بالشرطة بدل ما تتصل فيهم لأن فكرتهم رح يكونوا مشغولين مثل عادتهم، وبتقوله أنه عم تتوجع وتتألم ولازم يمسكوا المجرم ويحطوه بالسجن. بس بيقول لأبوها بوجع ارتاحي هلأ وبنحكي بعدين، ومن خوفها بتقله أنه نعسانة وبتخاف تنسى أوصافه إذا نامي. بيوعدها أبوها أنه خلال نومه رح يروح مع الشرطة ويمسكوا المجرم، وبينهار لما نتقله أنه حاسة حالة بدها تروح على الحمام بس مالها أدراني. بتخبرهم الشرطة أنه اكتشفوا بصمات بمكان الحادث وتعرفوا على مشتبه عنده سجل إجرامي بالاغتصاب. بيروح الأب ملهوف على قسم الشرطة ليعرف هوية الجاني، بس بيقول المحقق إنه ما بيقدروا يعتقلوه لأنه البصمات مو دليل كافي ولازم يكون معهم أدلة كافية وأمر من المحكمة. بيتعصب أبوها وبيفقد أعصابه، بس بيقول المحقق إنه فينا نعتقله إذا سوان راحت على المحكمة وشهدت ضد الجاني. وبتتعصب عليه مرته لأن ما بدها تروح بنتها على المحكمة وتواجه المغتصب وتتذكر يوم الحادثة البشع، وبتقول له أنت ما عندك لا إحساس ولا مشاعر، بس بيقول لها يمكن ما عندي مشاعر بس أنا أب. وبتتدخل الشرطية وبتقلهم أنه في جمعية اسمها دوار الشمس وبيعتنوا بالأطفال اللي تعرضوا للاعتداء الجنسي ليتجاوزوا الصدمة اللي مرقوا فيها، بس بترفض الأم وبتنفجر على الشرطية كمان بسبب إهمال الشرطة وتركهم لأشخاص مجرمين برات الحبس. بيرجع الأب على البيت حزين وبيشوف رسمات بنته اللي ما كان عنده الوقت لحتى يشوفهم، وبيقابل الدكتورة النفسية من جمعية دوار الشمس وبتطلب منه يوافق مع مرته على علاج سوان من الصدمة، وفعلا بتحاول تحكي مع سوان وتلاعبها وتطمنها انه رح تتعافى وكل شيء رح يصير تمام وترجع لحياتها الطبيعية. وبتعرض عليها صور مجرمين لتتعرف على المغتصب، ولما تشوف سوان صورة الخنزير بتتعرف عليه وبتغمض عيونها من خوفها، وبتقلها للدكتورة انه ما رح تقدر تنسى عيونه وملامح وشه كل حياتها. ولتتأكد الدكتورة بتعرض عليها مجموعة تانية من الصور، وفعلا بتختار سوان نفس الشخص. بتقلهم للأهل انه سوان تعرضت للإعاقة الجسدية الدائمة بس لازم نخليها تتعافى نفسيا، وانتو كمان بحاجة للدعم النفسي، وبتعطيها كرتون. بس بتتعصب الأم منها وبترجع لها الكرت. بيداهموا الشرطة بيت الجاني وبيعتقلوه، وبيروح فورا الأب للقسم ليتعرف على الشخص اللي أذى بنته، بس بيهاجموه الحراس وبيبعدوه عنه. وبيشوف الأب على التلفزيون الصحفيين تجمعوا ليغطوا قصة بنته. حتى بالمستشفى بتصير سوان حديث الناس، فبياخد بنته وبيهرب فيها بالمستشفى من عيون الكاميرات والصحفيين، وبيركض فيها مثل المجنون وحامل بنته المسكينة على حضنه، بس بيفلت الأنبوب الممتد من معدتها وبتوسخ حالها. وسوان خايفة ومستحية وعم تشعر بالذنب والخجل من أبوها اللي عم بيحاول ينظف الأواعي، لدرجة إنه بتبعده عنها وبتحاول تمنعه. ولما تطلع الأم لتنادي للممرضين بيغمى عليها وبتوقع على الأرض، وبس تصحى بيكون جوزها زعلان منها لأنه
تخبيت عنه أنها حامل بالشهر الخامس، وكانت بدها تنزل الولد لعدم قدرتهم على الاعتناء بطفلة واحدة. بيروح الأب ليطمن على سوون اللي بتكون مغطية حالها بالشرشف لأنه خجلانة ومستحية من أبوها، بس بيقلها بحزن أنا أبوكي وما لازم تخجلي مني. بيروح ليحاسب المستشفى بس بينقصوا مصاري، وبيتصل بمديره بالشغل اللي بيقدم له مساعدة مالية. بيجي يوم المحاكمة وبيتوجه للمجرم تهمة اغتصاب سوون وضربه ومحاولة القتل، بس الجاني بينكر وبيقول انه ما بيتذكر شيء عن هداك اليوم لان كان سكران. ولما يقول له المدعي العام عن دم سوون اللي لقوه على اواعيه وحذائه بالبناء المهجور، بينكر وبيقول انه ضيعهم قبل الحادثه بثلاث ايام. وبيسلم المدعي العام للقاضي شريط شهاده سوون وتحليل الدم، وبيتم تحديد موعد جديد للمحاكمه. بهي الاثناء بتقرر الدكتوره النفسيه مع ام سوون يتنكروا بلباس الشخصيات الكرتونيه المفضله عندها كمحاوله لحسنوا صحتها النفسيه، وبفوتوا لعندها وبيرقصوا معه وبيعملوا له حركات مضحكه. وفعلا بتنجح الفكره وبتبدا الابتسامه تنرسم على وشها، والفرح والسعاده تغمرها لاول مره بعد الحادثه. وبالليل بيتنكر الاب بزي الالعاب وبفوت لعند بنته ليحاول يزرع لها الضحكه بدون ما يقول عن حقيقته، وبتضمه وبتعانقه بحب. تستمر جلسات الدعم النفسي لسوون، وبتقول انها حابه ترجع على مدرستها وتشوف اصدقائها، بس خايفه ومحرجه من نظراتهم إلها بسبب الحادثه والاشاعات اللي رح تصير لو ما بررت غيابها عن المدرسه. بس هلا مبسوطه لانه امها رح تولد وتجيب لاخ او اخت، بس بتقول الدكتوره انه رح نكذب كذبه بيضة ونقول انك كنتي برحله مع اهلك. بيتاثر ابوها اللي كان مستهتر، وبصير يتعلم كيف يتعامل مع اولاده ويكون اب جيد، والناس واصدقائهم بيساندون وبيجمعوا لهم مصاري ليسددوا اقساط المستشفى. ويوم بعد يوم بتتحسن حاله سوون وبتاخذ ادويتها وبتتمنى تنام وتصحى وتكون نسيت الاذى اللي تعرضت له، واهلها عم يستنوا قدوم مولودهم الجديد. واخيرا بخرجوها لسوون من المستشفى، بس على الطريق بتتذكر الشارع اللي انخطفت منه وبتحس حالها انه عم تختنق. ولما يرجعوا على البيت بيشوفوا كل الاولاد تاركين رسمات وكلمات حلوه عن حبهم إلها وقديش هن اشتاقوا لها لترجع تلعب معهم. وبيجي رفيقها سونيك لعند ابوها وبيبكي لان يوم الحادثه بالتحديد ما راح معها على المدرسه، وبيلوم نفسه لان كان ممكن يحميها ويعض المجرم. فبيضحك الاب على عفويته وبياخده بحضنه. وبتتجهز سوون لتروح على المدرسه، وبتحط لها أما الانبوب بالكيس وبتخبيه تحت اواعيها، وبتاخذها على المدرسه واصدقائها كلهم وراها. وبتشوف كمان محاولات ابوها لحتى يراضيها وتسامحه على عدم اهتمامه من قبل. وبالليل بيعبي لها شنطايتها باكلات وشغلات طيبه، وبتنبسط فيهم لما تصحى. بتقول الام للدكتوره انه بتتمنى يلي صار مع بنتها يصير مع كل اطفال العالم لحتى يكونوا مثلها وما حدا يسيء لها بالكلام، بس اكيد بتندم عن الامنيه اللي بتعبر عن الانانيه والشر لباقي الناس. وبيتطوع زميلها سونيك يروح معها كل يوم على طريق المدرسه، وابوها اللي بيستغل فتره الغداء بالشغل وبيطلع لحتى يتنكر ويروح للمدرسه ويخليها تضحك. طري بضل وراها وعم بيراقبها، بس بيمسكوا سونيك وبيسالها اذا كان يلي تحت الدميه شب او بنت، فبتقول له انه مو مهم حتى ما يشعر ابوها بالحرج، بس بترجع لعنده وبتساله اذا كان ابوها وعم يعمل هيك لانه عم تتجاهله، وبيهزلها براسه وبيقلها انه عم يعمل هيك لحتى يعوضها عن الايام اللي ما كان بيهتم فيها. وبتمسك ايده وبيمشوا مع بعض لمكان شغل امها. تصير سوون تمسح وش ابوها من الحراره بسبب الدميه، وبعدها بيستلم ورقه استدعاء سوون للمحكمه لتشهد ضد المجرم لانه عم بيقول للمحكمه انه كان سكران وليخفف عنه العقوبه. وبيقول الاب للمحقق انه نحن هيك بنكون عم نقتلها، بس بيقول له المحقق انه لازم تيجي سوون على المحكمه وتشهد لانه محامي المتهم شكك باعترافه عن المجرم. بيروح دونج لعند المجرم على السجن وبيطلب منه يعترف بجريمته، بس بيقول له الخنزير قد ما كانت العقوبه رح يمضيها ويطلع برات السجن. بيفقد دونج اعصابه وبيهاجمه من ورا الشباك وبيرجعوه للجاني على زنزانته. وليخفف عنه رفيقه بيقول له اعتبر انه صار معها حادث وادت لنفس النتيجه. بيتعصب منه دونج وبيقول له لو كان ابنك رح تعتبر الموضوع حادث، وبينزل على الطريق ليتمشى لحاله. بنجي ليوم المحاكمه النهائي وسوان بالقاعة لتدلي بشهادتها، وبيطلب منها المدعي العام ترفع ايده لما تتعرف على الجاني، وبيعرض عليها صور وبترفع ايده لما تتعرف عليه، بس محامي الدفاع بيسالها اذا شمت اذا كان المجرم سكران بيوم الحادثه، وبكل براءه وعفيه بتقول انه شمت انه كانت ريحته كحول. وبينصدموا كل الموجودين من كلامها اللي رح تكون نقطه ايجابيه للمجرم اللي عمل حاله مظلوم وما بيتذكر شيء عن الحادثه. وبيقول للقاضي لو كان فعلا اغتصبها فبيستاهل الموت، بس كله كذب وخداع ليهرب من العقوبه. وفعلا بيصدر قرار المحكمه وبتحكم عليه بالسجن بس لمده 12 سنه. وبتصير ضجه بالقاعه من الحكم، وبتفوت الام منهارة على حجم العقوبه الصغيره اللي ما بيتقارن بالدمار النفسي والجسدي اللي تعرضت له بنتها. وفجاه بياخذ الاب حديده وبيهجم على المجرم ليقتله، بس باخر لحظه بتتمسك فيه سوون وبتتوسل لابوها بخوف ما يقتله لحتى ما يروح على السجن. وبيضيع الاب بين توسلات بنته والمجرم اللي دمر حياتهم وحياه بنته، واخيرا بيمتنع عن ضربه. وبعدها بتولد مرته وبتجيب ولد وبتفرح سوون فيه وبتعمل له العاب وبتحاول تتاقلم وتكمل حياتها بشكل شبه طبيعي.
ولهون بينتهي فيلمنا. إذا كنت جديد بالقناة ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. منشوفكن بفيديو جديد إن شاء الله.